هيك كاسر ضل حدا ما اخذ حسابه؟ لا كله اخذ. حلو، يعني كلهم طلعوا ممنونين؟ ايه كل يعني الشركة كلها طلعوا من هون ممنونين للعمال؟ اكيد. يعني انا ما بدي عامل يطلع من عندي ويقول والله شركة ديمو فيها مشاكل وما عم يعطوا رواتب، صح؟ لا 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 كله ممنون. اكيد. حلو، تروح هلا بتخبر اليوم كل اللي اجتمعوا يدخلوا عندي واحد واحد في لهم عندي مكافأة. مكافأة؟ ايه. يعني ماشي خمس دقائق لما بجيبوا اللي عندنا. تمام، واحد واحد يدخل، خلي يدق الباب يدخل واحد واحد. ماشي. يلا. خذ اللي يدخل تفضل. تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا حبيبي. ايه والله. مبروك. تفضل سريع. انا خصصت لكم مكافأة لكم. حلو. المكافأة هي كالتالي. قدامك شريك برضه. قدامك مصحف الشريف. اختار واحد منهم واعتبره مكافأة. اللي يعني انت شو بحاجة لك؟ انت اي منهم بحاجتك؟ تفضل. اخذت المكافأة المال. تمام. هذا المؤخذ يعني في منه عادي بالبيت هذا ايش في؟ حلو، مو مشكلة. بما انه في عندك منك بالبيت انت اخترت مكافأتك المال. ايه تمام. هذول كلهم لي؟ هي مكافأة من الشغل على تعبك ومجهودك. الله يوفقك ويعطيك العافية. هذول اكثر من جميل كيف يعطيك العافية. اهلا وسهلا. يعطيك العافية يا عمي، الله يرزقك، الله يخليك، الله يخليك اياك يا عمي. يوم الاثنين تنزلوا بكير. تمام ماشي. يعطيك الف عافية. الله يرزقك يا معلمي، الله يرزقك. بس نادي اللي بعدك خليه يفوت. لمين؟ لكاسر لابو عزاب؟ اللي بعدك، مين في بعدك؟ معلش يلا. خول ابني خول. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك معلم؟ تفضل. حبيب قلبي يا فادي، الله يعطيك العافية. ان شاء الله ممنون. الله يعافيك. الله يعطيك العافية. اليوم تعبتوا معنا، الله يعطيك العافية. هذا الاسبوع. فادي انا هلا خصصت لكم مكافأة. حلو. لكل لاعبكم مكافأتك هي أخوي القرآن الكريم أو مبلغ من المال. اختار أنت أي منهم بترغب فيه أكثر. طبعا المصاري. يعني أنت بتحتاج مصاري أكثر من القرآن. لأنه أنا بحاجة للمصاري. طيب تفضل. هي مبلغ المال مكافأة من شوف. الله يوفقك الله يرزقك. ما احتجت القرآن. لا القرآن لا موجود عندي من البيت. طيب. وان شاء الله نكون يعني مبسوطين مع بعض. الحمد لله مبسوط وممنونه كثير على الشغل. اهلا وسهلا. الله يرزقك والله يسلمك. الثاني لا تطورش ماشي، بس ابعث لي بعدها. السلام عليكم. وعليكم السلام. حسبي الله ونعم الوكيل. اغلب الناس اختارت المال زينة الحياة فعلا. اللي بعده تفضل. تفضل يا معلم. احلى وسهلا. ايه كاسر اخوي. ايوه قلت لك على المكافأة خصصناها. هلا حد عليك تختار القرآن او المال. تفضل. والله انا اكيد بشرفني اني اخذ القرآن الكريم، بس والله ما بعرف اقرا يعني الصراحة. بس يعني اكيد راح اخذ المصاري لانه اولادي مرضانين وبدي اجيب لهم دواء، فاكيد راح اختار المصاري يعني. لكن شرفني اني اخذ قران، بس يعني ما بعرف اقرا الصراحه، بس بالسمع تسميع بس. ما بتعرف تقرا؟ لا. بتقدر تقرا بالتليفون؟ ولا حتى بالتليفون يعني، احيانا هيك بهجي. ما في مشكله. بدك قلت لي اولادك مرضانين؟ ايه. اكيد بدك مصاري. طب اكيد راح اخذ مصاري. هي مكافأة مش ان شاء الله ممنون عنا؟ اكيد هذا الشيء. الله يوفقك يا رب ويعطيك العافيه. الثانيه لا تطوف ان شاء الله. لقيت اخر واحد العمال؟ لا بس ضل شمس هو الناطور اللي تحت. الناطور حارس. ايه بس هذاك ضل؟ بس هذا ضل. والعمال كلهم مشيناهم؟ كله اخذ مكافآت. اها انا بعرف الناطور اللي درويش صح؟ كثير فقير هذا. طيب بعت لي تمام زي تفسر. يلا تفضل يا ابني. تفضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ان شاء الله ميرسي، ان شاء الله ما راح تتصلي. ليش لا تصلي؟ سريع حياتك ما طلبت مني. لا هلا طلبك ضروري يعني. ان شاء الله ما في شيء، ان شاء الله ما يمصر بشغل، ان شاء الله ما حدا يزعل علي. لا 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 ما في شيء، بس خليني احكي. اسمعني.
انا بعرف انه انت وضعك تعبان وما شاء الله حتى لبس ولا لبس. والله ما في حاجه، كنت يا دوب عم بلحق حق اكل وشرب للاولاد. حلو، انا هلا مخصص مكافآت للعمال، ضليت انت اخر واحد. المكافآت هي القران او المال، وانا متاكد انه انت بحاجه للمصاري اكثر من القران، لانه بدك تشتري ثياب لحالك اول شيء تغير بوطك المشؤوم، فانا متاكد انت رح تختار المال، مو صح؟ صح، صعب اشتري خفافين، وصح صعب اخذ فروج يا طعميه للاولاد، بس انا رح اختار القران، لانه امي عادله كلمه من الله تسوى الذهب الدنيا كله، وطعمه اطيب من العسل، لهيك رح اخذ القران. شو هالورقتين فيها؟ ليكون نسيانه وانت جواته؟ لا مو نسيانه، لكن هدول الظروف اول ظرف منهم ضعف المبلغ اللي هون بست مرات، ست اضعاف من هالمبلغ. الظرف الثاني فيها وثيقه تملك فيها نص املاكنا، راح يكونوا كلهم باسمك. ليش هيك؟ طب ليش هيك عملت؟ لانه من يحسن الظن بالله لا يخيب رجاءه، مثل ما انت كانت نيتك صافيه بالقران لله رزقك رزق بحياتك ما كنت تحلم فيه. لا الحمد لله لك يا الله، الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.